للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن أستضيف عبر الهاتف من بيروت دكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي. دكتور، أهلا وسهلا بك وشكرا على هذه المقابلة. قبل أن ندخل بالشأن اللبناني، هل لك أن تفسر لنا برنامج 650 مليار دولار؟ أعطينا تفاصيل أكثر حوله، وهل من دول عربية أخرى مستفيدة وبأي مبالغ؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة والاهتمامك بمتابعة هذا الموضوع. ال 650 مليار دولار، ما يعرف بوحدات حقوق السحب الخاصة، هذه نقود يعني دولية تصدر من صندوق النقد الدولي، وكل دولة وأي دولة من الدول الأعضاء ال 190 تأخذ حصة تقدر ب 95% من حصة مشاركتها داخل الصندوق. فأي دولة من الدول الأعضاء ال 190 هتاخذ هذه الحصة. الآن تم بالفعل الاتفاق في مجلس الإدارة على انه هذه الأموال يتم التحرك بشأنها، وهي أموال سائلة ملك البنوك المركزية، تستطيع ان تحولها تلقائيا بآلية معينة داخل الصندوق إلى عملات حرة أو عملات صعبة زي ما بعض الدول تسميها، زي الدولار أو اليورو أو غيره، ولكنها من أموال البنوك المركزية فور تسلمها. يعني عندما تحصل لبنان أو تحصل أي دولة عربية أو أي دولة في العالم على هذه الأموال، يمكنها تحويلها إلى عملات حرة، ولكن من يوم إصدارها هي تضاف تلقائيا إلى الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية. وبالتالي طيب، كل الدول العربية بلا استثناء وكل دول العالم الأعضاء في صندوق النقد هيحصلوا على هذا على هذه الحصص، ونتوقع أنها تبقى على نهاية شهر أغسطس يعني أو سبتمبر. دكتور، اليوم لبنان معروف أن البنك المركزي عم يستخدم ما تبقى لديه من احتياطيات لدعم عدد من السلع الغذائية، المحروقات والدواء. فاليوم هل كان لديكم أي شروط مربوطة بهالمبالغ 860 مليون دولار التي هي حصة لبنان، أم يستطيع البنك المركزي اللبناني التصرف بها كما يشاء؟ قبل إصدار ال 650 مليار دولار، هيقوم صندوق النقد الدولي بعرض قواعد للتصرف في هذه الأموال حول العالم، وهي جايدنس نوت، يعني نوتة إرشادية أو ورقة إرشادية، أهمها مسائل الإفصاح والشفافية في التعامل مع هذه الأموال. أما مسألة أنه أي بنك مركزي يتصرف في هذه الأموال إزاي، داخل كل دولة بالاتفاق ما بين البنك المركزي والحكومة يستطيع أن يدبر أمره. بعض الدول حتزود بها الاحتياطي، بعض الدول قد تسدد بها ديون قديمة، بعض الدول من الممكن باتفاق مع الحكومة أنها تأخذ بالمقابل المحلي ما بين البنك المركزي والمالية دون دخول في أمور معقدة فنيا، يستطيع القيام بذلك. العبرة هنا هذه الأموال أساسا خرجت ليه؟ هي خرجت للعالم بسبب وجود الجائحة، لمساندة الدول في التعامل مع أزمات مديونية وأزمات سيولة دولية، وأيضا للتعامل مع المتطلبات الرئيسية للتعامل مع الجائحة. وبالتالي أي دولة تستطيع استخدام أموالها بهذا الشأن. طبعا الشأن اللبناني شأن خاص، وأنا عايز هنا أؤكد على نقطة هامة للغاية، أنه بما يتجاوز موضوع النصيب هو 95%. أنا شايف ما شاء الله الناس كلها عمالة تعمل الحسابات أنه 95 من الحصة اللي هي أساسا بوحدات حقوق السحب الخاصة بيترجموها لأسعار الصرف، الأرقام هذه تتغير على حسب سعر الصرف وحتى يحصل الحصة في نهاية أغسطس. لكن الأهم في حالة لبنان هو اللي حضرتك تفضلت به، أنه هذا الفراغ الحكومي، أنه لا نستطيع التعامل، صندوق النقد لا يستطيع التعامل مع حكومة غير كاملة الصلاحية أو حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة، وبالتالي لا يوجد، وأنا عايز بس أؤكد على هذه النقطة، لا يوجد أي نوع من أنواع التفاوض الآن ما بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن أي برنامج إصلاحي. كل ما بيتم
لبنان عضو في الصندوق، في تعاون فني، في رسائل متبادلة ما بين وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق النقد في إطار التعاون الفني. دكتور بس خليني أفهم منك شغلة، ولكن هل 860 مليون هن ما لهم علاقة ببرنامج إصلاحي؟ هي عم بتقول حقوق كل الدول المساهمة كده بالصندوق، فبالتالي هي اتول بي ديسبيرست، يعني بنهاية أغسطس هي البنك المركزي اللبناني رح يحصل على هذه الأموال بغض النظر عن برنامج إصلاحي، صح؟ فاللي عم بفهمه منك أنه هي غير مشروطة بأي شيء. مضبوط، هي 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 نقود من حق الدولة العضو في صندوق النقد الدولي، ليست قرضا، ليست منحة، ليست مكافأة على أداء. هل بحق له لبنان بمبلغ أكبر أم هذا هو 860 مليون دولار هو أقصى حد يستطيع يعني الحصول عليه؟ يعني الرقم اللي أنا أقدر أقوله لك اللي هو 95% من الحصة الثابتة للبنان داخل الصندوق. بس تنتفادى الحسبة، تنتفادى حدا يحتسبها وحده، فعم بسألك ما هو الحد الأقصى بالتالي؟ ما هو لا يوجد حد أقصى أو أدنى، يعني إحنا بنتكلم على سعر صرف وحدات هو السحب الخاصة مقومة تقوم بالدولار، والدولار متغير أمام وحدات هو السحب الخاصة، فعلى حسب يوم الصرف يوم الاستلام لهذه الأموال هيتحدد المقابل الدولاري. النهاردة بعض الناس بتقدرها ب 850 860 على حسب السعر يعني. لكن أنا مش عايز أدخل بهذه النقطة الدولارية، لأن ممكن سعر الصرف بعد شهرين يكون أقل أو أعلى. صح. لكن هي المادة هو 95% من حصتك، وزي ما حضرتك تفضلتي تماما وأشكرك على هذه الدقة والتوضيح، إن هذه الأموال ليست في إطار برنامج ولا في إطار قرض ولا إطار منحة. طيب، ولا واضح. مكافأة. دكتور بدي أفهم منك لو سمحت، كان عندك لقاء مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، أولا ما الذي جرى داخل هذا اللقاء؟ هل طلبتم متطلبات معينة؟ وهل حصلتم على وعود معينة من الرئيس اللبناني؟ يعني أنا بصفتي أمثل لبنان ومجموعة الدول العربية أو مجموعة الدول العربية على في صندوق النقد الدولي، حتى أستطيع أن أدافع عن مصالح لبنان كما فعلت من قبل مع الأردن، لسه جاي من الأردن، وكما فعلت من قبل مع مصر التي أمثلها أيضا وأتشرف بتمثيل هذه الدول. كان عندي رغبة، والحمد لله قابلنا كافة السادة المسؤولين هنا زي ما تفضلت، رئيس الدولة، رئيس الحكومة المؤقتة، ورئيس الحكومة المكلف أيضا قابلته، وقابلت محافظ البنك المركزي وكل الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي في لبنان. والكلمة الكلمات يعني ملخصها هم الموضوعين اللي احنا اتكلمنا فيهم مع حضرتك الان، انه لا برنامج بدون حكومه شامله وكامله الصلاحيه، والامر الثاني موضوع وحدات حقوق السحب الخاصه. ده انا شايف الحاله اللبنانيه بالذات هناك اهتمام شديد بشانها، فحبيت بس اوضح ايه الاليات وانها غير مرتبطه ببرنامج، فهذا ما دكتور يعني تناقشت فيه. اذا يعني انا شايفتها هي مستبعده، بس لنقل انه تم تشكيل حكومه اليوم، حتى في ظل وجود حكومه كان في مفاوضات سابقا وصار في خلاف، لانه صندوق النقد الدولي كان يود الاعتراف الكامل بالخسائر بالقطاع المصرفي اللبناني اللي هي تفوق 80 مليار دولار. المصارف اللبنانيه عرقلت ذلك لانه هي تعتقد انه ما حدا بياخذ كومبليت هيت توتال هيت على الخساره بيعترف فيها كليا، وهن الارجيومنت تبعهم انه بال 2008 وقت خطه الانقاذ للبنوك الامريكيه حتى البنوك الامريكيه لم تعترف بالخساره كامله. فاليوم هل انتم مستعدين التفاوض على او القبول بحجم خسائر اقل من قبل المصرف المركزي، من قبل القطاع المالي بلبنان، لحتى تمشوا ببرنامج اصلاحي؟ اما يعني الافتراض بتاع حضرتك هام ان تكون هناك حكومه، اذا ما جاءت الحكومه هتبدا التفاوض من اول وجديد. وارجو يعني من خلال حضرتك ان انا اوضح ان كل الارقام المتداوله عن حجم خسائر او مطالبات صندوق او ما عرض او غيره هي ليست محل تدقيق، ولا هي بالاساس تعبر عن واقع، الا لما نشوف الاوراق الرسميه اللي بيتم مراجعتها مراجعه ماليه كحال اي دوله داخله في برنامج. وانا دخلت واشرفت على كثير من هذه البرامج، ولبنان ليس استثناء. والوضع هنا ليس فقط في موضوع القطاع المصرفي، ايضا هناك امور ترتبط بالسياسات الماليه العامه والموازنه، هناك امور ترتبط بالسياسات النقديه وسعر الصرف، هناك امور ترتبط بالحوكمه وتطوير مناخ الاستثمار. هناك عدد مشاكل متعدده، الامور اللي تناولتها. هناك امور من الممكن الحكومه حتى لو مؤقته تقوم بها قدر صلاحيتها، يعني والله لو الحكومه قدرت انها تنفذ
القانون وفقا للمعايير الدولية في موضوع ما يعرف كابيتال كنترول أو السيطرة على تدفقات الأموال وإدارتها، أتصور أن ده شيء هيساعد، بس يكون هذا القانون في إطار برنامج للإصلاح تتبناه الدولة. وبالتالي الموضوع سابق لأوانه الآن، دون حكومة أي نوع من أنواع الحديث عن برنامج مع الصندوق ليس له محل. دكتور، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة. دكتور محمود محيدين، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، شكرا جزيلا لك.